يقول ربي سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، شرط وهو مؤمن، فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون، يعني يكتب لك ربي حسنات، ولا يضيع لك من الأجر شيئا، بل يعظم ويضاعف لك الأجر لأنك مؤمن حقا. بعد إسلامك تحقق فيك الإيمان، ثم ارتقيت في مدارج الإحسان والسلام على أهل الإسلام.